قامت مجلة سيدتي يوم الاثنين ملتقاها الأول تحت عنوان المرأة السعودية في رؤية 2030 في فندق الهيلتون بمدينة جدة، والذي أداره رئيس تحريرها محمد فهد الحارثي. سيدتي عادة تقيم مناسبة سنوية وهي جائزة التكريم للمرأة السعودية المبدعة. الفكرة اللي طرحناها إن هناك مبدعات سعوديات في حقول مختلفة وفي مجالات مختلفة، وأصبحت المرأة السعودية الآن تحقق نجاحات ليس على المستوى المحلي، على المستوى الإقليمي والعالمي، وإحنا بنشوف أيضا أخبار أسبوع بعد أسبوع عن نجاح وجوائز لسيدات سعوديات مبدعات في مجالات مختلفة. شارك في الملتقى مجموعة من المتحدثين المتخصصين في مجالات متنوعة، وهم الكاتب والإعلامي نجيب الزامل، سيدة الأعمال نهى اليوسف، مدير ريادة الأعمال الاجتماعية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مالك الغاني، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جلو وورك خالد الخضير. شهد الملتقى أجواء تفاعلية حماسية، فقد شارك الجمهور في الحوار بتوجيه عدد من الأسئلة للمتحدثين. المرأة السعودية لا تقل عن أي امرأة في أي مجتمع، متى ما أتيحت لها الفرصة وأعطيتها الفرصة أثبتت نفسها في مجالات مختلفة، وإحنا أطلقنا جائزة التكريم لسيدة المرأة السعودية المرأة المبدعة، وفي لجان شاركت عليها، ولجان نفسها احتارت في من تختار، لأنه في كفاءات كثيرة وأسماء كثيرة، كل واحدة تستحق التكريم وتستحق كلمة التقدير من المجتمع تجاه الإنجاز اللي بتعمله. تابعوا المزيد من الفيديوهات على tv.سيدتي.net.